اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا ويعني والنقاش اللي داير حوالين الكاراتيه. بس الحقيقه قبل ما اروح لطوكيو واللي منتظر من مصر في طوكيو واللي هيقدمه طبعا ابناء النادي الاهلي لمنتخبات مصر في طوكيو، لازم يا دكتور نتكلم عن 20 سنه النادي الاهلي متصدر كل بطولات الكاراتيه في مصر. احب ابدا اول بس اقول ان النادي الاهلي بدات لعبه في الاهلي في حوالي السبعينات، لكن اللعبه بدات تاخد مكانها الطبيعي جوه جدول الجمهوريه في سنه 99 99 تصدرنا بطوله القاهره، خدنا اول قاهره وخدنا ثلاثه تاني جمهوريه. بعد كده بعديها في سنه 2000 تصدرنا القاهره والجمهوريه حتى تاريخه حتى الان بفرق كبير جدا بيننا وبين اقرب منافس لينا اللي الثاني المركز الثاني بعدنا. لا بفرق فرق كبير جدا. وقاعد اقول لك ان احنا كمان من النوع من الاجهزه اللي بتقعد دايما تقيم نفسها، يعني ما بقولش ان انا وصلت خلاص بقيت كويس، لا خالص، لما بنشوف المشاكل فين عندنا بنحاول نعالجها الموسم اللي بعديه. كلمني عن دعم المجلس يا دكتور. لا الحقيقه النادي الاهلي لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي خدت دعم من مجالس متعاقبه للنادي، بدايه من مجلس الكابتن حسن حمدي لما قرر فتح المساهمات للنادي والسفارات الخارجيه لابطال النادي الاهلي، واللي كان النادي الاهلي اللي كان بيجيب اول جمهوريه وثاني جمهوريه بيسافر على حساب النادي. احتكاك خارجي طبعا، خارجي دولي طبعاً. مرتين في السنه طبعا، وده اثقل الاولاد جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك دي عملت طفره كبيره جدا جدا في 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 مستوى الاولاد في النادي الاهلي. ممتاز، ده حقيقه كل مجالس النادي الاهلي تعقبت عليها ودعمت الكاراتيه، نهايه من المجلس الحالي بقياده كابتن الخطيب، وجود برضو الدكتور مهند مجدي في قياده هذا المجلس. احنا ثاني مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا بطل العالم بطل العالم كاراتيه، وهنتكلم عن الدكتور مهند كمان شويه. ده لازم. وبقول لحضرتك ان احنا السنه دي خدنا دعم من المجلس، يعني حقيقه اعتبره غير مسبوق. احنا خدنا السنه دي ثلاث صالات موجودين عندنا في النادي ما شاء الله، ثلاث صالات مكيفين ومجهزين على اعلى مستوى، واحده في مدينه نصر واحده في الجزيره والشيخ زايد على الابواب اهيت. فطبعا دي انا بعتبرها صراحه طفره، يعني في المجلس الحالي تحسب له، واحنا بنقدم لهم الحقيقه من هنا طبعا نيابه عن كل الجهاز الكاراتيه، وطبعا كل الشكر والتقدير على اللي هم قدموه للكاراتيه. خليني برضو ما ننساش دور الدكتور مراد عاصم، طبعا الاب الروحي للعبه، استاذنا كلنا يعني ده انا الحقيقه الراجل يعني من الاحترام والاخلاق والادب الحقيقة. والحقيقه كل بتوع كاراتيه كده بصراحه يا دكتور ربنا يخليك. لا والله الحقيقه اخلاق يعني ما شاء الله، برغم انها لعبه يعني بس بتسكن الاخلاق يعني هي قايمه على قايمه على الاحترام، يعني بدايه الكاراتيه هو كلعبه هي اساسا الاحترام. من اول ما تتعلم الولد اول ما يجي زي ما بيبط بعلمه انه يقف اسكوداتش قص يحيي المدرب بتاعه. حاجه طول. جميله جدا. ويمكن دكتور مراد عاصم كمان كان ليه دور كبير في تاسيس اللعبه، يمكن مهند من اولاده هو الدكتور مهند مجدي. طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره من ابنائه اللي وصلوا، وجيانا كمان فاروق كان من لعيبه اللي هو كتير والله عندنا ابطال كتير جدا. دكتور مراد يعني هو يعني مش هو مؤسس اللعبه، ان كان في اجهزه قبليه، لكن دكتور مراد هو اللي نقل اللعبه العصر الحديث نقل لعبه الكاراتيه من مجرد لعبه ممارسه عاديه في النادي لقطاع بطوله، واسس نظام قوي جدا الحمد لله رب العالمين، واكاديميات، وهو ليه الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي احنا وصلنا فيه. في احنا طبعا بنحييه من هنا من برنامج الابطال، لان الحقيقه طبعاً رجل يعني الحقيقه دكتور مراد عاصم حقيقه يعني ما يعني كتير جدا للنادي الاهلي في لعبه الكاراتيه، واحنا من هنا من برنامج الابطال بنوجه له كل التحيه وربنا يديله الصحه ويستمر في العطاء زي ما هو الحمد لله ماشي. طب خليني اجي لك بقى دكتور، يمكن الناس مشوقه تسمع اخبارنا ايه في طوكيو. طبعا طوكيو كانت هتلعب السنه اللي فاتت وتم تاجيلها رحاله سنه، اكيد السنه دي الدنيا شقلبت فيها، واكيد في ناس دخلت وناس بعدت وناس راحت، خاصه في الالعاب الفرديه والجماعيه طبعا، بس طبعا الفرديه بيكون فيها لان قله المنافسات الدوليه هبطت المستوى شويه. شايف ازاي احنا في طوكيو يا دكتور؟ والله شايف ان الاتحاد قايم بدوره على وجه اكمل، بيوفروا الصراحه استعداد كبيره جدا للولاد، ما بخلوش خالص على الولاد، سفريات كتيره جدا بتتعمل حتى في ظل جائحه كورونا. لا طبعا بعد كورونا ما خلص اول سفريه تتعمل من فتره طويله هي تركيا بتاعت السنه اللي هم فيها دلوقتي، هم حتى كمان هناك في نظام الكبسوله المغلقه مقفوله خالص. ولادنا النهارده برضو ولاد مصر حققوا الحمد لله ميداليه ذهبيه طب احنا تصور حضرتك ممكن نشارك في الرجال في كل الاوزان بكام لاعب مثلا؟
لا انت ليك، بص حضرتك ليك في كل دوله واحد كاتا ورجال واحد كاتا انسات بس. بس ده في الوزن الواحد لمصر اللي يعني كل الاوزان ولا الوزن الواحد كل وزن؟ لا يا فندم، كاتا 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 هي لاعب واحد، لاعب واحد وزن واحد واحد واحد. لا مش كاتا، ما فيهاش اوزان، ما فيهاش. انا بتكلم على الكوميتي. كوميتي كوميتي عندنا كل الاوزان. كوميتي ثلاث اوزان رجال ثلاث اوزان سيدات. حلو. مش ست اماكن دول بيصارع عليهم بقى العالم كله مش مصر بس. ما انا فاهم، بس احنا مثلا عندنا ناخد، انت قلت حضرتك في الرجال في الكوميتي عندنا ثلاث اوزان. طبعا. هناخد الوزن الكبير فيهم تقريبا حاجه 80 يمكن، فوق 84. فوق 84 عندنا كام لاعب كام لاعب الاول ممكن يشارك في الوزن ده متوقع انه يشارك في طوكيو في مصر كلها؟ في مصر عندنا فيها هو في لاعب واحد في الميزان دوت، هو اثنين لعيبه هم قريبين للوصول من مصر يعني، وكان حد مصر. عندنا من النادي الاهلي محمد رمضان. حلو. ومع طيب. ولد اسمه طه طارق. ممتاز. نيجي على الوزن اللي بعده في الرجال تحت اللي بعد 84 وزن كام؟ 75. 75 عندنا كام لاعب ممكن يشارك؟ في لاعب واحد بس من مصر هو هو المصنف، مصنف علي الصاوي تقريبا. عبد الله ممدوح. وعلى فكره عبد الله ممدوح هو اللي قريب للوصول يعني علي الصاوي ممكن يتاهل. علي الصاوي الوزن اللي قبليه بقى اللي قبليه. طب كمان يبقى عندنا لاعب واحد ممكن يتاهل، ادي كده ثلاثه. طيب وزن ايه بقى اللي فاضل بعد 74؟ وزن تحت 67. 67 علي الصاوي لسه واخد ذهبيه. لسه واخد ذهبيه، هو اقرب واحد ربنا يكرمه ان شاء الله. اقرب واحد بعد جانا، اقرب واحد موجود في مصر وقت بعد جانا انه ممكن يوصل ان شاء الله هو علي الصاوي. يعني كده عندنا اربع لعيبه في الكوميتيه رجال فهيروحوا ان شاء الله بنسبه كبيره اولمبياد طوكيو. طب هنخش على السيدات. عندنا وزن كام بقى الاوزان في السيدات؟ هل نفس الرجال برضه 84؟ ثلاث اوزان. ثلاث اوزان برضه. بتبقى نفس الاوزان؟ لا لا تحت 55 55 و61 وفوق 68 فوق 61. طيب فوق ال 61 عندنا حد مشارك من مصر؟ في بنت اسمها فريال اللي هي خدت فضه النهارده. فريال اشرف. تمام. بنت النادي الاهلي؟ لا يعني لا مش بنت. طيب مصر. نخش على واحد اللي تحت 61 فريق جانا. جانا دي حاجه مكانها مفيش منافسه، مفيش تجارب، هي مكانها موجود خلاص ووصلت الحمد لله وربنا يكرمها ان شاء الله وتقدر ادي اثنين. طيب تجيب ميداليه بامان الله. في الوزن اللي تحت 55 بقى في بنت في ده الوزن ده في كتير في كتير في كتير من مصر بيتنافسوا كلهم. يعني منافسه مع مصر ولا منافسه مع دول ثانيه؟ هم بينافسوا مع العالم كله. مع العالم كله. ممكن يتاهلنا لعيبه ولا حاجه منهم؟ ما عندناش اكتر من لعيبه، ما ينفعش يعني ما ينفعش تاخد اكتر من لعيبه يعني. طب حلو، يعني هيبقى عندنا يعني دوله ليها لاعب واحد في الوزن الواحد يعني حد اقصى، ممكن كمان ما يبقاش فيها ليها ولا لاعب. بالظبط، لان ما عندكش لاعب محقق الرانك في الدخول. يعني هنقول بالتقريب ثلاث سيدات هيشاركوا واربعه رجال ممكن. ثلاثه من مصر؟ لا ثلاثه في كل وزن، واحده في كل وزن يعني. دول متوقعين ان هم يعني عندهم فرصه وصول. تمام. يعني بعد جانا هي الوحيده اللي اكيد اكيد هي جانا. جيانا. تمام. طيب خلينا نقول يعني جيانا، علي الصاوي، محمد رمضان، يمكن هم دول الابرز اسامي اللي ممكن يحققوا لنا ميداليات. عندنا في كاتا برضه احمد اشرف. هنروح على الكاتا بقى. هنروح للكاتا. عندنا الكاتا بقى وزن واحد، عندنا مين المرشح؟ احمد اشرف ان شاء الله ده من النادي الاهلي وهو اقرب واحد ان شاء الله من مصر وافريقيا انه يخش ان شاء الله. هي. بس لازم يعدي فرنسا. لازم يعدي فرنسا. هي كل النادي لازم يعدي فرنسا. هو مش في الرانك الخمسه الاولانيين. لا. هو مش في الخمسه الاولانيين. لا. الخمسه الاولين متاهلين اوتوماتيك، هو مش فيهم. لا. هيروح فرنسا ياخد يا اول يا ثاني عشان يتاهل في الاولمبياد ان شاء الله. يتاهل ان شاء الله.